السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام السلام عليكم اليوم إن شاء الله بغيت نهضر على القضية ديال الدراسة القضية ديال الدراسة أننا الحمد لله كنعرفوا أننا تشلالنا تقريبا خمسة آلاف واحد تقريبا وإن من ضمن خمسة آلاف واحد لا. الآن ما وصلنا إلا واحد العدد اللي دخلوا الجامعة الأكاديمية واحد العدد ما دخلوش نهائيا علاش لأنهم تشجلوا بالإيدنتيفيون ديالهم في ديال الفيسبوك وتسجلوا باليدونتيفيون ديال اليوتيوب ملي كنصيفطوا لهم لي باش يجيو كيجيو باش نقبلوا الدعوه ديالهم ندخلوهم كيدخلوا لنا باسم اخر كيدخلوا لنا باسم اخر ما كيدخلوش بداك الاسم باش طلبنا منهم يتسجلوا به يعني ملي كتعمري الاستماره ديال ديال الاكاديميه كيطلب كي منك الايميل ديالك الصحيح وليدونتيفيون ديالك ديال الفيسبوك وليدونتيفيون ديال اليوتيوب هادو هما اللي كنطلبو منك من غير لاكارت ال ال ناسيونال بما ان هاد الناس اللي تسجلوا بليدونتيفيون ماشي هو هذاك وكيجيونا بليدونتيفيون ديالهم اللي كيقولوا لان حنا كنتيقوا ان الانسان تسجل بليدونتيفيون الحقيقي ديالو ليدونتيفيون الحقيقي ديالو ملي كيجي كيقول لك لا رانا كنتصل بكم على الدعوه اللي صيفطتوا ليا واني ما, ما, ما كتقبلونيش حنا الا ما دخلتيش عندنا بليدونتيفيون ديال الفيسبوك في ذاك الرابط اللي عطيناك ما غاديش نعرفوك باش غنعرفوك ما نعرفو حتى واحد با... ب... يعني كنعرفوك بليدونتيفيون ديالك ديال الفيسبوك باش تسجلتي بالضبط هنا كي كيتسجلوا بواحد ليدونتيفيون في شكل كيجيونا باسم في شكل وكيفاش غادي نعرفوكم داكشي علاش واحد العدد ديال الطلبات توقفوا وقفين طالبين باش يدخلوا الاكاديميه وقفناهم ما عندنا ما عندناش ما نعرفوش شكون نتوما يخصنا باش نعرفوا شكون نتوما بالاسم باش تسجلوا ها لي مايل وصلكم جيونا بالاسم باش تسجلوا باش, باش ندخلكم كنطلب من الناس اللي عندهم هذا الخلل يصحوا الخطا ديالهم الا جاب الله كان عندهم خطا انهم <سؤال> كانوا تسجلوا اسميتو <سؤال> حنا غادي 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 يتصلوا بنا غادي يعطيونا السميه ديال لاكارت ناسيونال اللي اللي, اللي, اللي مسميين في لاكارت ناسيونال باش نتاكدوا صحيح اننا فعلا هما هذوك الناس وين علاش درتوا لي دونتيفيون علاش الانسان يدير لي دونتيفيون ويجيك بلي دونتيفيون اخر هادشي راه ماشي 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 اسميتو حنا في الشهر 10 دروك راه تسعود في الشهر 10 حنا في الشهر اسميتو انا خصني هاد المشكله تفضى من هنا لو فان لو فان يعني لا فان ديال هاد الشهر خصنا نبدا الدراسه ما غاديش نبقى انا نطول شهر اخر على والو لان الناس هاد يعني يعني سبحان الله العظيم انا اللي كيبان لي ان كيبان لي ملي كدير اي حاجه كديرها لا بد ما يكون فيها دي, دي بروبليم اي حاجه كديرها لابد ما يكون فيها المشاكل لاننا طلبنا اسم ديال الفيسبوك اسم ديال اليوتيوب كارت ناسيونال هادشي اللي طلبنا والايميل الصحيح واحد العدد ديال الناس كيقول لك ها درت هذاك الايميل الشيف وسميتو تضر ليا سميتو الكود ديالو ملي تضر لك الكود ديال الايميل اش ديري هذاك الايميل ولا علاش الانسان يدير الايميل اللي ما عندوش الكود ديالو الا ما عندكش ال الكود ديال واحد الايميل راه ماشي الايميل ديالك نفرضوا كان لي ديالي كيكون عندي الكود ديالي ديالو ما كانش سميتو كان كنعاود نتصل فين تسجلت ونعاود نغير الكود ديالي ونغير ندير المسائل ديالي بعد ما كتبتي انك صاحبه الايميل المهم نتمنى منكم تصلحوا هذه الاخطاء اللي بقاو لينا في هذه 10 ايام لان ابتداء من نهار 20 في الشهر ابتداء من 20 في الشهر اللي تدخل الاكاديميه هو اللي دخل اللي ما دخلش الاكاديميه راه ما دخلش ليها هذا هو المهم عندي انا عندنا هاد عشر ايام ولا 11 يوم صلحو فيها وغادي نحاول نصلحو معكم الاخطاء ديالكم بالتي هي احسن يعني الانسان اللي غير يصيفط لينا باش نعرفوه ماشي غير يقول لنا صيفطوا لي يا مايل واتصلت بكم الشاف ما رديتوش عليا حنا اش كنديروا ملي كتجيو ملي كتجي الدعوه الانسان ملي كنصيفطوا ليه لي مايل كنصيفطوا ليه الرابط ديال الاكاديميه وكيجينا من هذاك الرابط كان كناخذوا اش كناخذوا كناخذوا الاسم ديالو من الجميع اللي مسجلين ومازال ما دخلوش الاكاديميه يراسلونا ويثبتوا لينا شكون شكون هما الا كان المعرف ديال الفيسبوك باش تسجلوا خطا يثبتوا لينا شكون هما بلا ناسيونال او بالمعرف ديالهم ديال, 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 ديال اليوتيوب باش نعرفوهم شكون هما باش ندوزوهم يدخلوا الاكاديميه، واحد العدد ديال الناس كيتسناو ما دوزناهمش، لان لقينا الناس اللي كيجيو كيجيو كي كي هكاك ما مسجلين ما والو كيطلبوا باش يدخلوا الجامعه، الاكاديميه حنا ما بغيناش ندخلوا اللي ما مسجلش، لانها ما يمكنش، واحد العدد ديال الناس تسناه، واحد العدد ديال تضربوا تماره، واحد العدد ديال الناس باش يدخلوا، غادي يدخلوا الناس اللي مسجلين. دهش لي مشجلين اللي عنده مشكله في الايميل عنده مشكله في الاسم يثبت لينا شكون هو ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا نسهلوا عليه الامور وندخلوه مباشره بدون مشاكل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته